معاذ بن جبل، عفوا سعد بن جبل بالخليسية بالعاصمة. السيد عبد الكريم غول كما سيكون معنا عبر الهاتف بعد قليل، السيد سلامة يوسف خطيب المسجد الأقصى من فلسطين. صباحك سعيد سيد عبد الكريم غول، أهلا بك. صباح المواطنين جميعا إن شاء الله. شكرا لك. إذن في كل سنة نتحدث عن هذه الذكرى، ذكرى الإسراء والمعراج، خلينا نتحدث أولا عن أهميتها في السيرة النبوية. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نشكركم على هذه الاستضافة ونشكركم على هذه الوقفة مع هذه الذكرى. الإسراء والمعراج لها مكانتها الخاصة والمتميزة في السيرة النبوية وفي التاريخ الإسلامي، وذلك أنها إحدى المعجزات، وإن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بمعجزات، إلا أن معجزاته تتفاوت في مراتبها ومنازلها. فالمعجزة الأولى القرآن الكريم، ثم من أعلى المعجزات التي أيد بها الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة الإسراء والمعراج. معجزة الإسراء والمعراج حدث عظيم في تاريخ الإسلام وفي مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الوقت الذي كان فيه الإسراء، الظروف التي كان يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويمر بها المسلمون، ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الأذى من المشركين، الإخراج من مكة المكرمة، ما اضطر أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة، ثم تلاحق الأذى المعنوي والمادي عليه وعلى المسلمين صلى الله عليه وسلم، ما اضطره إلى طلب قبائل أخرى يعرض عليها الإسلام لعلها تؤويه وتنصر الإسلام. فخرج من بين القبائل التي خرج إليها قبيلة الطائف، والتي لاقته شر لقاء فحرضت عليه سفهاءها وصبيانها، ولقوه صلى الله عليه وسلم يضربونه بالحجارة والدماء تسيل عليه، وزيد بن حارثة يستره ويغطيه صلى الله عليه وسلم يرد عنه الحجارة من السفهاء من الصبيان. هذا الأذى الذي لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كان بعد الحصار الذي تم عليه صلى الله عليه وسلم على المسلمين في شعب بني طالب 3 سنوات، ووفاة الناصر خديجة رضي الله عنها، ووفاة عمه أبو طالب أيضا عمه الذي كان ينصره ويحميه، حتى سمي هذا العام بعام الحزن. فاشتد الأذى والحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الإسراء ليرفع الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، ليواسيه ويؤيده ويثبت قلبه صلى الله عليه وسلم، حين يريه الآيات الكبرى كما جاء في الآية السابقة التي افتتحت بها هذه الذكرى، لنريه من آياتنا. حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى، حين يخرج من الأرض إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، فيرى من آيات الله ومن قدرة الله، يرى ما يرى من الملائكة، يلقى ما يلقى من الأنبياء الذين يمر عليهم الذين سبقوه، ولقوا ما لقوا من الأذى قبله. حتى قال صلى الله عليه وسلم في بعض المرات، رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. فلقي إبراهيم، لقي إبراهيم عليه السلام، ولقي موسى، ولقي يوسف الذي حرم من والديه من وهو صبي إلى أن صار شابا يافعا، لقي الأنبياء كلهم. الذي فتراجع النبي أو راجع النبي صلى الله عليه وسلم سيرة هؤلاء الأنبياء وما لقوه، فكان هذا يسلي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لقيه ويلاقيه من المشركين. نتحدث بعد قليل فقط عن المقاصد من هذه، يعني من هذه الذكرى، هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، والدروس التي يمكن استخلاصها، وكذلك نحاول أن نتحدث عن الواقع، واقع اليوم فلسطين المحتلة. في ذات السياق ربما نربط الاتصال مع خطيب المسجد الأقصى سيد سلامة يوسف. صباحك سعيد سيدي الكريم، إذا كنت في الاستماع، كيف تحيون أنتم في فلسطين، يعني هذه الأرض، أرض الأنبياء، هذه الذكرى؟ ونتحدث كذلك على واقع الذي يعيشه الفلسطينيون وكذلك الأمة العربية. تفضل سيدي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل أنت في الاستماع سيد سلامة يوسف؟ تفضل.
سيد سلامة يوسف، سؤالي لك أنه إحياء لذكرى الإسراء والمعراج، كيف يعني تحيون هذه الذكرى أولا، وكذلك كيف يعيش الفلسطينيون يعني في هذه الأرض، أرض الأنبياء؟ يعني نتحدث أكثر شيء عما يحدث في هذه الأراضي أو في المسجد الأقصى. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة توافق اليوم ذكرى الإسراء والمعراج، هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مسلم، حيث إنها أعلنت إسلامية المدينة المقدسة بقرار رباني. هذا القرار الذي لن يلغيه أي قرار يصدر من هنا أو هناك، فأصبحت القدس والأقصى آية من كتاب الله الكريم، كما تفضلتم في تلاوة الآية في صدر هذا اللقاء الكريم، وهو ما ذكره ضيفكم الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية ربطت المسجد الأقصى المبارك بشقيقه المسجد الحرام برباط وثيق إلى يوم القيامة، فيجب على المسلمين أن يتمسكوا بالأقصى وبالمسجد الحرام ولا يفرطوا في أحدهما، لأنهم إذا فرطوا في أحدهما أوشك أن يفرطوا في الآخر. فالأقصى هو القبلة الأولى للمسلمين، والمسجد الحرام هو القبلة الثابتة إلى يوم القيامة. المسجد الحرام هو أول مسجد وضع لعبادة الله على وجه الأرض، والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع لعبادة الله على وجه الأرض، وبينهما 40 عاما كما جاء في الحديث المتفق عليه. المسجد الأقصى المبارك هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، كما جاء في الحديث: بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي. المسجد الأقصى كشقيقيه المسجد الحرام والمسجد النبوي لن يدخله الدجال أبدا. المسجد الأقصى المبارك تضاعف فيه الصلاة، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. وهناك أحاديث كثيرة تبين مكانة المسجد الأقصى المبارك، فارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى المبارك ليس ارتباطا انفعاليا عابرا. اليوم في اقتحامات، اليوم في حفريات، هذا ما نريد الحديث عنه سيد سلامة يوسف، عفوا عن المقاطعة، يعني هذا المكان يعني المقدس ومكانته بالنسبة للفلسطينيين ولعموم المسلمين. اليوم يعني راكم تقاوموا كل يوم الاحتلال يعني الإسرائيلي والرغبة في يعني التوسع، كيف تقاومون هذا الأمر يعني؟ نعم، أنا هذا الذي أريد أن أصل إليه، فارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى ليس ارتباطا انفعاليا عابرا ولا موسميا مؤقتا، إنه ارتباط عقدي، جزء من العقيدة، لأن حادثة الإسراء من المعجزات، ولأن المعجزات جزء من العقيدة الإسلامية. والشعب الفلسطيني ومعه كل الأشقاء في العالم العربي والإسلامي يقفون ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية الظالمة التي تهدف إلى تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، وتهدف إلى منع طلاب وطالبات مصاطب العلم،
ومنع الشخصيات الدينية والوطنية من دخول الأقصى والقدس، ومنع الترميم، ومنع المصلين من الوصول إليه، وبالمقابل السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى بصورة يومية تحت حماية قوات الاحتلال لإقامة ما يسمى بطقوسهم الدينية التلمودية، فيتصدى لهم المرابطون والمصلون وسدنة الأقصى وأهلنا في المدينة المقدسة والداخل الفلسطيني الذين هم النواة الصلبة التي تتحطم عليها كل المؤامرات. هم الذين أفشلوا تقسيم الأقصى، هم الذين يتصدون يوميا لهذه الإجراءات الظالمة. فالشعب الفلسطيني لن يسمح بتقسيم المسجد الأقصى المبارك ولا بتدنيسه مهما كلف ذلك من ثمن، لأن الأقصى هو رمز عقيدة الأمة، وهو البقعة الوحيدة التي اجتمع فيها الأنبياء والمرسلون في ليلة الإسراء والمعراج يوم أمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأقصى هو الأقصى، ليس هناك ما يسمى بجبل الهيكل، وليس هناك ما يسمى بإقامة معابدهم وكنسهم على أنقاض الأقصى. فالأقصى هو في هذا المكان بقرار رباني، هذا القرار الرباني الله عز وجل هو أرسل جميع الأنبياء موسى وإبراهيم وآدم وسليمان وداود، والله عز وجل هو الذي سمى هذه البقعة بالمسجد الأقصى المبارك بعد أن بني المسجد الحرام بأربعين عاما، أي قبل وجود أنبياء بني إسرائيل بآلاف السنين. لذلك هذا المكان يجب على الأمة أن تعي حقها الديني والتاريخي في المسجد الأقصى والمدينة المقدسة. جزيل الشكر لك من المسجد الأقصى من فلسطين سلامة يوسف خطيب المسجد الأقصى، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا لك سيدي. شكرا. إذن عودة من جديد لك سيد عبد الكريم غول. تحدث ربما سيد سلامة يوسف عن قيمة هذا المكان بالنسبة للفلسطينيين والمسلمين، لكن اليوم هل المسلمون مقصرون في ما يتعلق بما يحدث في القدس وفي فلسطين، وهل نسيت هذه القضية في ظل الأزمات الأخرى التي تحصل في العالم العربي؟ مرة أخرى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله عز وجل ائتمن المسلمين على هذا المسجد، وذلك حين أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكان في هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج، فيه رحلتان، رحلة الإسراء ورحلة المعراج، ولكل رحلة مقصدها ومغزاها. فالمعراج هو الإسراء، هو العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، وهذا له مقاصده. والرحلة الأولى هي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي قال فيه سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا لمقصد ومغزى جلي ظاهر، وهو أن الله عز وجل ربط بين المسجدين، وأن المسجد الحرام والمسجد الأقصى أخوين لا يفرق بينهما. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المسجد الأقصى أما الأنبياء، ومن الأنبياء الذين أماهم أنبياء بني إسرائيل، فأما بالأنبياء جميعا، أما بإسحاق ويعقوب ويوسف وداود وسليمان وموسى وعيسى ويحيى وزكريا وسليمان، أما بالأنبياء جميعا. وهذا الائتمام، ائتمام الأنبياء جميعا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنهم أشاروا إليه أن الإسلام، أن الدين عند الله جميعا والإسلام، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو وارث هؤلاء الأنبياء، وقد ورثوه المسجد الأقصى، ورثوا المسجد الأقصى محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ورثوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتقصير في الدفاع عن الأقصى إضاعة للأمانة، أمانة الله سبحانه وتعالى، وأمانة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمانة جميع الأنبياء.
أن المسجد الأقصى أخو المسجد الحرام، وهو هو الذي دينه هو الإسلام، وعلى المسلمين أن يحموا هذا المسجد وأن يدافعوا عنه وأن يحفظوا له رسالته التي من أجلها أقامه الله سبحانه وتعالى وبناه سبحانه وتعالى ورفعه، وهي أن يعبد الله عز وجل في هذا المسجد عبادة صحيحة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو أمانة، والتقصير فيه تضييع للأمانة وتفريط، والله عز وجل سيسأل المسلمين جميعا عن المسجد الأقصى كما يسألهم عن المسجد الحرام. تفريط في المسجد الأقصى، تفريط في المسجد الحرام، تفريط في المسجد النبوي الشريف. إذن ولما نقول كلمة أمانة، الله عز وجل قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات القيامة، من علامات القيامة إضاعة الأمانة. قيل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فإضاعة المسجد الأقصى إضاعة للأمانة التي سنسأل عنها يوم القيامة. يجب على المسلمين جميعا نصرة المسجد الأقصى، وهذا ليس تطوعا وليس وهذا ليس نفلا، هذا فرضا وواجبا، ليس واجب الفلسطينيين وحدهم، لأن المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين، المسجد الأقصى للمسلمين جميعا، هو لا 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 هو للأنبياء جميعا، هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصرة الأقصى هو نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يهب المسلمين كما هبوا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تعرض لهم، تعرض له بالشتم، كذلك يجب عليهم أن يهبوا جميع لنصرة المسجد الأقصى. فهذا لا 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 يعذرهم عند الله سبحانه وتعالى البعد عنه، أو العراقيل والأعذار المختلقة التي يختلقونها من العقبات في طريق نصرة المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره. هل هناك أشد منكرا من احتلال شعب، من استعباد شعب، من ظلم شعب، من تشريد شعب، من تيتيم، من ترميل للنساء، من سكل للأمهات؟ هل هناك أشد منكر من هذا؟ إذن فالمنكر هو ركن، تغيير المنكر ركن من أركان الإسلام، واحتلال اليهود للمسجد الأقصى هو أشد المنكر الذي يجب على المسلمين أن يهبوا لتغييره. بالطبع الإمام وخطيب مسجد سعد هكذا ابن سعد بن جبل معاذ بالخليسية بالعاصمة عبد الكريم غول، جزيل نعم. الشكر لك على الحضور وعلى كل ما قدمته. طبعا نهنئك ونهنئ عموما المسلمين بهذه الذكرى. شكرا لك سيدي الكريم. ولكم الشكر، جزاكم الله تعالى خيرا. هذه الوقفة هي من نصرة المسجد الأقصى، بارك الله طب فيكم. نحاول من خلال الإعلام أن نوصل رسالة نقف عند هذه الأيام، ولو يعني وقت، لربما الوقت لا يتسع، ربما لابد أن نتكلم أكثر، لكن خصصنا لها في هذه الفترة لابد الصباحية. أن نتعلم أن الإعلام بإمكانه أن يفعل بالطبع ما لا تفعله الطائرات ولا الدبابات ولا الصواريخ، بالطبع يفعله الإعلام هو. لا لا لا، شكرا، بارك الله فيكم، شكرا جزاكم لك الله تعالى سيدي خير. الكريم، شكرا لك. إذا